دورة السنة كانت دورة مميزة، التورنوا تاعنا السنة كانت امتدت من فان نوفمبر حتى لتوا. شنو اللي صار فيها؟ صار فيها برشا انكونتر تاع الخيان والزملاء والاصحاب، تلموا برشا وتقابلوا برشا في اكثر من مناسبة. هذا كان من ليزوبجيكتيف تاع الميكال، انا نتقابلوا في اكثر من مناسبة. ما يكفيش انه من عام لعام حبينا بازيد كومبيتيسيون ساعة كورة وبازيد رونكونتر مقابل نتقابلوا مع بعضنا ونتعرفوا على بعضنا ونقربوا لبعضنا ونبعدوا على الجو نتاع المشاحنات نتاع الخدمة نتاع الجو الاخر اللي الناس الكل تعرف. الميكال ديما تلمنا ديما تجمعنا. امين. التورنوا السنة عملنا فيها شوية، معناها حبينا نعملوا نزيدوا في الدوزة نتاع الديسبلين. عملنا لي كارتون جون، برشا ناس تقلقت منها وبرشا جمعيات، لكن باش نشوفوا النتيجة نتاعها في التورنوا الجاي. ديجا من ليزوبجيكتيف نتاعنا نعملوا حاجة اسمها لوتو اربيتراج، حابة تعملها منظمة سبور ترافاي، لكن ما خلطتش ما نجمتش مع العقلية نتاعو نتاع الجوارات نتاع الكورة وكذا، ما خلطوش باش يعملوا لوتو اربيتراج، معناها ديزيكيب يلعبوا المغير اربيتر، ما كوفران كوفران. بون نحاولوا احنا نخلطوا ليتاب هذيك، بون ما خلطناش بالديسيبلين، كارتون جون لي كارتون روج. صحيح صار تعصف على بعض الخيان الزملاء، ولكن معناه هو قرار اتخذناه الناس الكل، لكن فيه مصلحه لينا وليهم وللخيان الكل. فينال دومي فينال تلعب البارح بين مرناق والجم، والمقابله الثانيه بين جران ترافو وتركي ثنين. ترشحوا الدور النهائي مرناق وتركي ثنين، ديما منافسين هذوما ديما. دربي ديما كل مرناق خلات تيتر، مبروك المرناق يعطيك الصحة، برافو. حد يصفق عليهم مرناق تعديل محمد واضح. يا خاي تتوجنا نحن زاد تاع جيب له كله تاع تتوجنا نحن زاد نورمال موزه تصفيق على تركي اثنين وصلت معنا الدوري. برافو البرون ترافو، ما شاء الله لعبوا بارتيات حلوين ياسر ومقدموا على النيفو نتاعهم على التورنوا الاخرين. تصفيق الجم يعطيهم الصحة ديما معانا وديما أولاد الجمعية وكوروا ما شاء الله عليهم، إن شاء الله فرصة أخرى إن شاء الله ويكونوا هما في الأدوار النهائية. يعطيهم الصحة. مرحبا بكم، مرحبا بسي أبو بكر، سي محمد الذيب، سي الياس البصري رئيس البلدية، سي فوزي الدمرجي غني على التعريف. باش نعطيو التروفي للخيال، نعملوا جو مع بعضنا. صاحب المرتبة الأولى حصل على كثير، نبداو بالمرتبة الثالثة نورمال، نبداو بالشرفية صاحب المرتبة، نبداو بالشرفية. تم سناد جائزة الروح الرياضية لفريق بنزرت اثنين، ما تحصلوش على حتى ورقة صفراء، ولعبوا رغم اللي خسروا أول مرة يشاركوا معنا في الدورة، بسبري سبورتيف كبير ياسر، كانوا يسحقوها اللي هي أمتي تروفي سامبوليك اللي هو جائزة الروح الرياضية. البنزرت اثنين مثلا سي حسني. واحد من الخيانات. لا، مانيش في الشامبر. لا، شكرا. لا، خويا.
برافو بزاف ان شاء الله ديما فرحان قوي كان حاضر هو ها كان حاضر هو كان عندي مشكله هكا هي ما مراد بالعكس الصوره لا مش لا ما هي قضيه شيء كان حاضر فما جائزة شرفية للاعب تميز بروح رياضية هو مش موجود معنا وما كانش باش يجي سهيل بازين من صفاق سيدي صالح هذه جائزة نتاعو تصفيق عليه تصفيق جائزة شرفية الثالثة وصلوا في أقرب وقت إن شاء الله جائزة صلاة المتصال شاطي الجائزة الشرفية الثالثة للفريق رجلة واحد يتفضل واحد من الفيانسي عادل والسيجيات ميساج تفضلوا زوز زي زوز مع بعضكم فريق رجلة واحد نقول لك علاش فريق رجلة واحد تحصل على الجائزة الشرفية هو الفريق الوحيد اللي تغيب أول مرة على النهائيات دورة. لا نعطيه جائزة لأنه هما صار عليهم قرار صعيب شوية ولكن قبلوه وتقبلوه وكانت عندهم روح رياضية ورغم اللي كان فما شوية تشنج بعض لكن كلهم راضين بالقرار ولصالحهم ولصالحنا ولصالح الخيان الكل اللي إن شاء الله الجاي خير من اللي يتعدى ويستحقوها معناها ميريتس في وسط من أفضل الجمعيات ومن أول الجمعيات مع فريق مورناك من اول الجمعيات اللي تاسست مع الاميكال معناها اللي كانوا هما سورس تاع الاكتيفيتي سبورتيف يعطيهم الصحه التصفيق الفريق جائزة مرتبة ثالثة لعبنا الكلاسمون صباح بين فريق الجم وفريق جرون ترافو صاحب المرتبة الثالثة بالشيخ وان تروفي كابتن ديكيب فريق Grand travaux. Ah, par exemple, Jean Batia fait ça, non? هاتيك ساحة فوزي صالح من كليم الجمع عز الناس صاحب المرتبة الثانية اللي هو صاحب المرتبة الأولى عناول لك أول أيام مداولها بين الجمعية كابتن دي كيف يتفضل كابتن رسول كابتن عنده شقيق عنده شقيق مش تكبروه محرز تسويق سعداني قابض بمرك ولاعب متميز لكن خرمان ياسر كان جات احمد جوار ولا بيتو شكون ياخذوا قايد كل صراحه كل صراحه شعب قادر حواس اللي تلعبكم وربحت بشبيره ونرموه عنده التزامات
عرس من عرس كابتن بكيف مش موجود مبروك عليك برافو يعطيكم الصحه الناس الكل حابين الناس الكل معناها يتوج ولو حتى حاجه سامبوليك عملناها للخيان الكل اللي هما لي ميداي صاحب المرتبه الثالثه والرابعه باش ياخذوا ميداي برونز الثاني باش ياخذوا لارجون الاول بطبيعه الحال باش ياخذوا ميداي دور 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 مشكور نبداو فريق جراند ترافو نبداو يخرج مع بعضنا دولة الحكم هطرنا قرار حكم بالبوت انا مش فوسير وي في جنان Thank you.
Thank you.
Yes,
سي سامي الفادع من الزملاء المتخلقين والكل يشهدوا معناها على الاخلاق نتاعو من الزملاء وسواء اللي يعرفوه ولا اللي شافوه معناها عن بعد هكا ولا تابعوه شويه. باس نكرموا ديما الزملاء والخويان اللي هما ماهوش سبورتيف لكن خلق رياضي وخلق عاليه. يعطي الصحه وبارك الله فيك. بالخيال رغم الكل نحب نلقوا كلمة صغيرة نحبوش ناخذ من وقت الناس. أول شيء نتقدم بالشكر للودادية رئيسها بالعوان معاه، نتقدم بالشكر لسي محمد وبالدار العام اللي حاضرين معانا بخونا أنيس وللزملاء كل جميع الأقاليم، وإن شاء الله ربي يحفظكم وربي يجمعنا في الخير إن شاء الله يجعلنا صادقين مع بعضنا ومحبتنا لوجهه الكريم. أول شيء ثم نحب نقول كلمة نقول سلام لكم وسلام عليكم، سلام لكم يا رجال الطرقات، من أظنكم جديرين بأن تحيوا كراما وتنصروا، مضى زمن الظلم يا قومي وانقضى، ففي الشركة رجال على العدل تسهروا، نمتم ونامت عقولكم من العز إلا في ذرى العز تذخروا، رجال العلا الميمون إنا بحاجة إلى علم يملى وقلبا يبصر، رجال العلا الميمون إني وإننا أناشدكم بالله أن تتذكروا، عليكم حقوق للعباد أجلها تعهدهم بالصدق وتعهدهم بالعدل، فالظلم مغفر ولا تيأسوا، ما خاب أصحاب ملة إذا ما تواصوا بينهم بالخير ثم شمروا، وما غاب حق حرص عنه صاحبه ولا ناله في العالمين مقصر، إذا الله أحيا تونس برجالها فلن يردها إلى الظلم قهار ولا متجبر، ذرى منا تونس أن ترى لكم يدا تجتني علما وتنهى وتأمر. أول شيء دعوني الإخوة وأحسنوا بالظن دعوني، ثم آخر كلمة وهكا إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم وربي إن شاء الله يبارك في الخويان الكل وربي يبارك في كل من كان السبب في الاجتماع الطيب هذا ومن كان السبب حتى باش وقفت هنا. ما وقفت هنا لأني أفضل ولا شيء، هذا عياذ بالله
هذا سي الياس هكا في مزحه بيني وبينه، لكن شاء الله انني نكون نتكلم في وسطكم. بارك الله فيكم على سعه صدركم، وربي يحفظكم الخويين الكل الحاضرين والغايبين ان شاء الله. ربي يعطيك الصحة. تفضلوا تفضلوا.